صباح شحرورة الوادي والشباب الدائم. ولدت جنات فغالي بوادي شحرور سنة 1927. اكتشفت موهبتها المنتجة اللبنانية المصرية آسيا داغر سنة 1945 وكان عمرها 17 سنة، ساعدتها لتشارك ببطولة 3 أفلام سينمائية مصرية دفعة واحدة. القلب له واحد، أول شهر هذا جناه أبي. عم يحلم قلبي برجال. كانت بنت صغيرة لما ارتبطت بنجيب شماس وكان زواجها الأول، وثمرت هالزواج كان ابنها صباح، ومن بعده اتزوجت أنور منسي وهو موسيقي مصري وأنجبت ابنتها هويدا. ورغم الزواج أصرت صباح على الغناء والتمثيل. اشتهرت صباح بأغاني الميجنة وأبو الزلف، اشتركت بالعديد من المهرجانات مثل دواليب الهوى، باب علبك، فينيقيا، العواصف، كنز الأسطورة، نوسي نوسي، مين زوج مين، شهر العسل، بيت الكل، وادي شمسين، الفنون جنون، القلعة، الشلال، مواسم العز، الأسطورة. ومثلت ب 86 فيلم مصري ولبناني، منها أنا ستوتة، القلب له واحد، بلبل أفندي، إيدك عن مراتي، أهلا بالحب، شمعة تحترق، وكانت أيام. أغانيها انتشرت بلبنان وبكل العالم العربي مثل حبيبة أمها قمت نلعب بازرة والشاطر ياخد بازرة يا دنة دنة العكبير وقلبك كبير وبيساعد دنيا كلها. توفيت صباح سنة 2014 وبجعبتها 50 ألبوم غنائي و 3500 أغنية. بسبعينيات القرن العشرين غنت على مسرح الأولمبيا بباريس مع فرقة روميو لحود الاستعراضية، وأول من وقفت على مسارح عالمية أخرى. صباح أو الشحرورة إحدى عمالقة الفن العربي ووجه ساطع من وجوه الحضارة اللبنانية، وصاحبة أضخم رصيد غنائي وسينمائي ومسرحي من الأعمال الفنية الخالدة لما بتشيخ.